طيب تسمح لي نسجل الانترفيو دي علشان لو احتاجنا اي معلومات عنك، وممكن تقول لي ايه هي اهم مميزاتك؟ خفت اليد. انت ساحر وكده ولا لا؟ انت مش بتكتب على كيبوردات، تبعتوا ايميلات ايه؟ anyway انا يعني عاوز مميزات مهمه، حاجه هتفيدنا. حسن المظهر. ايه يا ابني ما. طيب عموما قول لي ايه المشاكل او العيوب اللي ممكن تواجهنا احنا كشركه معاك. طيب احنا كنا محتاجين ده فعلا. لا طيب هحكي لك. انا بجتهد في الشغل جدا وبحب شغلي جدا، فبتعلق بالشغل، فعلشان اخرج من الشغلانه اللي كنت فيها الاول واجي الشغلانه دي قعدت 4 ايام متواصل في البيت. تمام. انا عاوز اعرف بقى ايه الحاجات اللي انت مؤمن بيها في حياتك. ربنا سبحانه وتعالى يا ونعم بالله. انا بس بتكلم عن يعني الحكم، حاجات انت يعني مؤمن بيها. اللي انتوا بتحاولوا تعملوه احنا بنحاول نبطل. لا هي ما تقلش كده يا لا سوري. اعمل ما لا تحب حتى تعمل تعمل. انت كويس يا ابني؟ تمام. طيب عموما تقدر تكلمني عن نفسك شويه في اختصار كده؟ انا من 4 شهور بالظبط كده سبت البنت اللي انا كنت مرتبطه. لا هم البنات بصراحه نصيحه ابعد عن الحوار. تعال بقى نسيب الحوار وننزل نتكلم شويه. لا بعد ما سبت البنت بقيت بشتغل اضعاف شغلي علشان اعرف اوريها انا مين بجد. بعد كده سيبني حضرتك اكمل بقيه الكلام، لان انا دايما بيبقى فيه توابع انت لازم تفهمها عني، لان انا كشخص اتقدر جدا. طب قول لي يا نادر بقى انت منين وعايش فين وكده، يعني عرفنا نفسك. من مصر. نادر احنا كلنا من مصر يعني، بس منين بقى في مصر؟ انا برفض الاسلوب الهمج اللي انت بتتكلم معايا فيه، لان انا شخص انت محتاجه في شركتك، مش اللي عيل توتو يدخل يكتبوا لك على ورق. انا قامه وقيمه بجد. ولسه حضرتك لما تسالني هبقى فين كمان سنه واقول لك مكانك هتنبهر. نادر شايف نفسك فين بعد 100 سنه؟ بتحاسب. انت كل همك الفلوس بس ولا؟ لا قصدي ميت وبتحاسب. على كده بقى يعني ناوي تسيبنا وتمشي بعد ما نتعب فيك ونعلمك؟ لا العمر بادي اللي انت بتتكلم في 100 سنة مش شوية يعني. لا بعد انت شكلك بشري مش معمر خالص، مش محافظ على صحتك لا انا لعبت 2 اسبوع جيم ونسيت اكتبهم في السي في بتاعي. انت بتنسى ولا ايه؟ لا ما انا فاكر اهو، بس هو السي في يعني الورق مش هيكتب فيه 2 اسبوع جيم. لا انت خلي بقى احنا اكبر من كده. نادر بعد 120 سنة هيبقى فين؟ اسئلة لا وجودية خالص يعني. بس انتوا اكتشفتوا الروح بتروح فين بعد 120 سنة فبتشغلوها؟ طيب ولا عشان شائم جدا يا نادر. انا شايف نفسي وزير الصين وانا بس واخدكم كوسيلة اجيب بقى مصاريف السفر. ما انت لو مكافح كنت رحت بمركب او جمل. ما في خناقات دلوقتي على الحدود والحاجات، الواحد خاف على صحته برضه. انت مأمن على نفسك يا نادر؟ انت ايه ليك سوابق؟ لا. انت بتعرف تتكلم كم كلمه في السنه يا نادر؟ عايزك تلخص اوسط فصل ابطل لك وتجيبين مفيد اجيبك والعبك واكشف ملعبك وعندك بس 120 سنه. ماشي. انت بتعرف تبيع؟ اشتغلت في سوق العبور 8 شهور. تعرف تبيع على النت؟ انا بعت كيلو رمله من الاهرامات لواحد اجنبي على انه رمل فرعوني ب 1000 دولار وبعت جنيه ذهب على موقع ايباي ب 80 دولار. بس ده نصب. ما بالك بقى لو شغلانه شريفه اعمل ايه؟ وبعد كده بتتكلم انجلش او اي لغه يعني؟ انا بقول الله يرحمه قال لي جمله اثرت فيا وعمري ما هنساها. قال لي يا نادر اشتغل لحد ما تجبر الناس انها تكلمك عربي مش انت اللي تعلم لهم انجليزي، بس ما تقلقش انا معايا المترجمين بتوعي. بس لو كل المترجمين كانوا عاملين زيك ما كانش في حد هيترجم لك. مش كل الناس عندها ابويا. طيب عموما سيب رقمك وهنبقى نكلمك لو في اي نصيب. طب ايه رايك انزل معاكوا تريننج اسبوع ببلاش ونبدا من النهارده؟ يا ابني قلت لك خلاص سيب رقمك وهنرن عليك. ايه رايك اقنعك انك تشتري اللاب بتاعك؟ ازاي؟ هتديني اللابتوب هخرج من الباب وادخل مكانك ما تعرفنيش وهقنعك تشتري اللاب بتاعك وتديني فلوسه. وريني. طيب بعد اذنك اللابتوب ممكن تجيب لي الشاحن؟ ليه انت تقدر تشتري لابتوب من غير شاحن؟ استاذ عبد الله ممكن اعرض عليك تشتري اللابتوب ده؟ اتفضل. اللابتوب ده بتاعك وانت قدام الكاميرا بتاعت المراقبه بتاعت الشركه، انت بعته لي، فاللابتوب ده عليه اسرار الشركه كلها واللي انت عملته ده ضد قوانين اي حد متعين في شركه زي حضرتك، فانا هعرض عليك انك تشتري اللابتوب ده ب 6000 جنيه بس، وده اول مرتب انت عينته لي لان انا معاكم في الشركه. حضرتك موافق على الديل ده ولا اخد اللابتوب بتاعي وامشي؟